بسم الله وسلم وسلم وسلم. هنكمل ما بدأناه المرة اللي فاتت. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في السيرفس، تمام؟ وعرفنا ان انا عشان اعمل اي سيرفس بمر بخطوتين اللي هو الكريت والديفينيشن، وعرفنا ان انا في عندي طرق مختلفة لتعريف اللي هي الاسطح على برنامج السيرفس 3 دي. كانت اول طريقة ايه؟ كونتورز. لو انا عندي الخريطة الكونتورية اقدر احولها لايه؟ تمام، اقدر احولها لسيرفس. وكمان خدنا حاجه اسمها البوينتس. لو انا عندي اكسل شيت بيشتمل على مجموعه من النقاط الزمن حول السيرفيس، واتفقنا ان انا بتعامل يا اما بوينت فايل يا اما ايه بوينت جروب، بجيب البوينتس بوفر في الاكسل شيت ده شويه ايه خصائص اللي هم الاربع خصائص، ببدا استقبله كبوينت فايل او كبوينت جروب. وكمان عرفنا ازاي نطلع السيرفيس بتاعنا من خلال البوينت فايل والبوينت جروب، ولكن ده سيرفيس اللي كنا طلعناه باستخدام ايه البوينت جروب بالمنظر اللي قدامي. تمام، طيب جميل. لسه بقينا اخر طريقه من طرق تعريف مين السيرفيس، حاجه اسمها الدروينج اوبجكتس. ايه الدروينج اوبجكتس دي؟ دي مجموعه من العناصر المرسومه بره برنامج السيرفيس 3 دي. زي ايه مثلا؟ زي مجموعه نقاط مثلا، النقاط دي احنا وقعناها ورسمناها باستخدام برنامج الاوتوكاد من غير السيرف. يعني انا اهم حاجه في الاوبجكت دي ان انا راسمها او مستقبلها بدون مين السيرف، يعني هعملها على الاوتوكاد بره البرنامج وعايز استخدم هذه النقاط مثلا او هذه الخطوط لمين السيرف، استقبلها للسيرفل بعد كده ابدا احولها لايه للسيرفس. وده اهم ماده. لو جينا نبص كده مثلا لحاجه زي دي، هتلاقي النقط اللي قدامنا دي عباره عن رفع مساحي لمنطقه ما، وده رفع مساحي لمنطقه. الراجل رافع وبدا يرسم لي النقط. النقط اللي قدامي دي عباره عن نقط كاد وليست مين وليست سيفل. كل نقطه ليها البيانات بتاعتها، الراجل موقعها في مكانها وبرده مدي لها الايه الاليفيشن بتاعها. يعني لو جيت تبص كده عامل البروبابيلتيز بتاعه النقطه دي، هتلاقي المنسوب بتاع النقطه دي كام؟ تقريبا 0.5.1، وكاتب لك عليه الليفل بتاعها كام؟ 0.51 تقريبا. طيب المهم ان انا دلوقتي عايز ابدا برضو احول البوينتس دي لمين؟ تمام، للسيرفس جوه برنامج السيفل 3 دي. وهنا يتبقى السؤال، هل النقط دي يا باشمهندس سيادتك لما استقبلتها ببرنامج السيفل وهي جروب جوه برنامج السيفل، ولا ملهاش علاقه بالسيفل تماما؟ ملهاش علاقه بالسيفل، ده عباره عن مجموعه من النقاط المرسومه باستخدام برنامج مين؟ الكاد. هل ينفع ان احنا نحول النقط المرسومه بالكاد للسيرفس؟ ايوه، باستخدام مين بقى؟ الدرونج اوبجكت. طب عشان اعمل الدرونج اوبجكت ده برضه هعمل كام خطوه؟ همر بالخطوتين اللي اتفقنا عليهم اللي هم كرييشن للسيرفيس، بعدها اعمل ديفينيشن باستخدام مين؟ درونج اوبجكت. ومن هنا هننفذ الخطوتين البسيطة. انا معايا الملف اهوت اللي على الرفع المساحي، هل هشتغل عليه ولا ايضا لازم افتح ملف جديد؟ لا قلنا مبدئيا لازم افتح ملف جديد. فمن قائمه فايل نيو هقول له يا عم افتح لي ايه ال ان سي اس متريك بتاعي. فتح لك ملف جديد اهو يا عم، وليكن باسم درونج 2. هنقل فيه الرفع المساحي بتاعي، هنقله ازاي؟ ممكن من كنترول سي مفيش مشكله، بعدها اخد البوينتس اللي عندي دي كده كلها ثم اقول له ايه انتر، بعدها اروح للبروجكت ده واقول له ها كوبي باستور. ايوه بالظبط، علشان نفس السير زد انتر اي انتر عشان يجيبهم لي يا باشمهندس. هتلاقي المشروع الجديد اللي اليونت بتاعته مظبوطه مزود بمين؟ بالبوينتس اللي عندك اهي. طيب خلي بالك بس انا هشيل الايه البوينت دي مش تبعي، انا الرفع بتاعي هو ايه المنطقه اللي الصغيره اللي عندي دي. طيب عايز ابدا بقى احول البوينتس اللي عندي دي لسيرفس، هل ممكن؟ ممكن جدا. ازاي؟ نفذ يا عم الخطوتين بتوعك، اتفقنا هنعمل ايه؟ كرييت للسيرفس، كرييت ثم هعمل ديفينيشن باستخدام درونج اوبجكت على طول. يلا بسرعه، من قائمه سيرفس هكريت السيرفس، اروح بس اظهر التول سبيس ثم البروسبكتور، بعدها هقول له من قائمه سيرفس كليك يمين وكرييت للسيرفس. اسمه ايه السيرفس ده يا عم؟ اي حاجه في اي حد مش فارق معايا. بعدها اقول له اوكي ثم هفتح السيرفس، ثم هفتح السيرفس، ثم هفتح بعدها ديفينيشن. ديفينيشن بقى هيبقى من خلال مين؟ الدروينج اوبجكت. كليك يمين واد، بعدها تمام هلاقي الراجل بيخيرني يا ترى الاوبجكتس اللي انت هتحولها لسيرفس عباره عن ايه؟ هل هي عباره عن بوينتس ولا لاين ولا بلوك ولا تكست؟ لا بوينتس. اقول له بوينتس، بعدها اقول له اوكي، يقول لي طب سيلكت البوينتس، اختار لي النقط بتاعتك. خلي بالك نقط مين؟ الكاد اللي انت عايز تحولها لايه؟ دي سيرفس. اختار النقط بتاعتي كاملة ثم اقول له انتر، وفجأة يا باشمهندس ان الراجل وبالفعل عمل لك ايه؟ تمام، عمل لي السيرفس الجميل بتاعه ولا لا؟ تمام، عمل لي السيرفس اللي بيربط ما بين البوينتس دي، وتقدر حضرتك تشوفه ازاي؟ تمام، هذا 3 دي بكل ما فيه بكل مرتفعاته بكل منخفضاته. خلي بالك واضح ان ليه؟ الارض هنا عاليه شويه والارض هنا ايه؟ منخفضه شويتين وما الى ذلك. فتقدر دلوقتي يا باشمهندس تحول البوينت المرسومه على الكاد ليه سيرفيس ولا لا؟ تمام، اقدر احولها. يلا بسرعه كده نشوف الموضوع ده. دلوقتي هندسه قدرنا بكل بساطه نحول البوينتس المرسومه على برنامج الاوتوكاد لمين؟ للسيرفيس. ليه سيرفيس.
ومعاها قدرنا دلوقتي نخلق سيرفيس بالطرق المختلفه، سواء عندي كونتور ما بقدر احولها سيرفيس، سواء عندي بوينت جرو بقدر احولها سيرفيس، بوينت بقى اقدر احولها درونج اوبجكت برضو ايه اقدر احولها. دي كده اهم الطرق اللي بتستخدم في الوصول على مين؟ على السيرفيس. طب انا هستخدم انهي طريقه من الطرق دي؟ على حسب الداتا اللي معايا، على حسب البيانات اللي معايا. يعني لو الراجل المساح رفع ادينا خريطه كونتوريه، خلاص اتعامل مع خريطه كونتوريه، اداني اكسل شيت اتعامل بوينت فايل او بوينت ايه جروب، اداني نقط مرسومه اتعامل مع مين؟ درونج. مع الدرونج. يعني هستخدم الطريقه المناسبه للرفع اللي ايه اللي معاها. طب جميل قوي. هل كده خلصنا السيرفيس؟ اه احنا خلصنا، بس خلصنا مين؟ خلصنا فقط واقول لي الكرييشن بتاع السيرفيس. يبقى احنا خدنا الديفينيشن تعريف السطح، وخدنا ازاي نوصل للسطح ده بمين؟ بالطرق او بالرفع المساحي او طرق الرفع المساحي المختلف. طيب هل في حاجه ثانيه عايزين نعرفها او عايزين نعرف مين؟ السيرفيس بروبرتيز. ايه السيرفيس بروبرتيز دي؟ اللي هي الخصائص بتاعه السيرفيس، وبيهمني او فيها الستايل بتاع مين السيرفيس. يا ترى انا عملت السيرفيس ده هشوفه بانه شكل، هل نقدر نغير في الاشكال دي ولا لا؟ تعال نشوف الموضوع ده كده ايه سريعا مع بعض. لو انا عندي دلوقتي سيرفيس زي السيرفيس ده كده مثلا اللي احنا خلقناه من المره اللي فاتت، هل في مشكله في الحصول عليه ولا الموضوع سهل؟ لا. وده سيرفيس احنا معرفينه من خلال مين؟ بوينت جروب. جبنا النقاط اهي، النقاط موجوده، عرفنا من ايه السيرفيس بتاعنا. خلي بالك الراجل مدي لك كل نقطه شويه بيانات، رقم النقطه ومنسوب النقطه ومين. تمام. والديسكريبشن. الشكل الافتراضي هندسه بتاع السيرفيس انه بيظهر بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ حاجه اسمها كونتور، يعني رسم لك السيرفيس على هيئه خطوط مين؟ كونتور 1-5 وباك جراوند، يعني ظاهرها لك بلون الرصاص اللي قدامك ده، وواحد لخمسه اللي هي فترات عظمى وفترات ايه دنيا. هل من حقي اغير في شكل الاخراج او شكل الاظهار او شكل السطح ده ولا مش من حقي؟ من حقي طبعا. من خلال مين؟ من خلال السيرفيس بروبرتيز. طب اوصل للسيرفيس بروبرتيز ديت ازاي؟ عندك طريق من اتنين. اولهم ان انا ممكن اختار السطح، وخلي بالك بختار السطح لوحده، يعني بختار مين؟ الباوندري بتاعت السطح. انا الراجل راح فاتح لي قائمه فوق اللي من بينها مين؟ السيرفيس بروبرتيز. او اختار السطح ثم كليك يمين واقول له ايه سيرفيس بروبرتيز، اي حاجه منهم شغاله ما عنديش فيها ايه انا مشكله. وتخلي بالك انا لما بختار اختار السطح بس ولا النقط مع السطح؟ لو اخترت السطح بس هيجيب لك الاوبشنز او الريبون بارس الخاصه بمين؟ بهذا السطح. طب لو اخترت الاثنين بوينتس وسيرفيس؟ للاسف لا هيجيب لك الخصائص بتاعه البوينت ولا الخصائص بتاعه السيرف، هيجيب لك الخصائص المشتركه ما بين الاثنين اللي هي البروبرتيز العاديه. فعشان كده انا بختار مين بس؟ الباوندري بره، السيرفيس بس، بختاره من الحدود بتاعته اللي بره. بعدها بفتح بقول له ايه سيرفيس بروبرتي. هتلاقي الراجل بيفتح لك شاشه، الشاشه دي فيها وظائف مختلفه، اهمهم من الانفورميشن حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ سيرفيس ستايل. ايه السيرفيس ستايل ده؟ الشكل اللي سيادتك هتشوف بيه هذا السطح. ولو فتحت الستايل ده هتلاقي في عندك اشكال مختلفه من حقك تبص بيها على السطح دوت. اول حاجه اسمها ايه؟ نو ديسبلاي. يعني ايه نو ديسبلاي؟ ما تخفيش حاجه، تظهر كله. لا، لو ديسبلاي يعني مخفي من الرؤيه، يعني غير مرئي. يعني ايه؟ يعني السطح بتاعك هيبقى غير مرئي، مع انه موجود وانا معرفه، بس اللي حصل اختفى، انا اخفيته من الرؤيه بتاعتي يا باشمهندس. طيب لو انا عايز اظهره تاني اظهره ازاي؟ ازاي؟ المفروض ان انا عايز اوصل للسيرفيس بروبرتي، صح؟ تمام. عشان توصل لها انا كنت بختار السيرفيس وكليك يمين، او بختاره واجيب من الريبون بارس اللي فوق. انا ما عنديش سيرفيس عشان اختاره، اعمل ايه؟ هتروح للتول سبيس اللي هو الطريق الثالث بتاع الموضوع ده، من البروسبكتور تروح للسيرفيس بتاعك اللي سيادتك عايز تشتغل عليه، اللي هو اسمه ايه؟ السيرفيس واحد. كليك يمين وتقول له ايضا ايه؟ سيرفيس. سيرفيس بروبرتيز باي طريقه من الثلاثه. اقول له ممكن اقول له بوردر اونلي. يعني ايه بوردر اونلي يا عمي؟ يعني السطح ده انا فقط واقول لي هظهر لك منه مين؟ الحدود الخارجيه بتاعته. طيب هل في اشكال تانية؟ ايوه. ايه هما؟ ممكن حضرتك تقول له حاجه اسمها كونتورز. تمام تمام. نو ديسبلاي بخفي، بوردر اونلي بظهر لك الشكل الخارجي بس. كونتور يعني هظهر لك هذا السيرفيس على هيئه خطوط كونتور. 1-5 اللي هي الفتره الميجر بتاعه خطوط الكونتور دي 5، والميدل بتاعتها كام؟ 1. باك جراوند يعني اظهرها لك بالوان خافته شويتين اللي هو اللون الرصاصي. طب 1-5 ديزاين ايه ده؟ فترات كونتوريه الميجر بتاعها 5 والمينور بتاعها 1 والالوان بتاعتها ظاهره شويتين. طيب 2-10 باك جراوند الفتره 2-10 ديزاين. يبقى انا عندي كونتور يعني هظهر لك السطح ده على هيئه خطوط الكونتور. بس كده لو قلت له 1-5 باك جراوند
هتلاقي الشكل الديفولت اللي هو بيطلعه لي، طلع لي السيرفيس ده على هيئه خطوط كونتور. الفتره العظمى بتاعتها اللي هو اللون الابيض ده كل خمسه، يعني لو ده الليفل بتاعه 100 ده هيبقى 100 وكام؟ 105. والميدور بتاعها ده 105 سوري، والميدور بتاعها كام؟ واحد. يعني لو ده 105 ده هيبقى 106 107 108 109 110. طب جميل جدا. طيب هل في اشكال تانية؟ ايوه ممكن تظهر واحد لخمسة بس ديزاين، ايه اللي هيختلف؟ الالوان بس. يعني بص كده قلت له واحد لخمسة ديزاين، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الوان خطوط الكنترول بتاعتك بس هي بتختلف، الميجور بالاخضر والمينور بالبرتقالي يا باشمهندس بالمنظر الجميل اللي قدامنا ده. طب في اشكال تانية يا عم؟ ايوه في اشكال تانية، اللي هي عندك واحد لخمسة اتنين لعشرة، ايه اللي هيختلف؟ ديزاين الفترة زادت شوية، خمسة 25. لو قلت له بص كده خمسة 25 هتلاقي اللي حصل الفترة زادت، فالكثافة بتاعت الخطوط قلت شويتين، وده طبعا موضوع ايه؟ مش هيفرق معايا كتير. فعندك حاجة اسمها كونتور اند تريانجلز. ايه كونتور اند تريانجلز دي؟ ده عبارة عن ستايل مشترك ما بين خطوط الكونتور مع شبكة مين؟ مع شبكة المثلثين. والستايل ده مهم جدا في التعديل، لو انا عايز اعدل على السيرفس لازم اقف على انه ستايل على ذاك الستايل. طيب فعندك كمان حاجة اسمها الالفيشن باندنج، سواء بقى كات باندنج او الالفيشن باندنج، ده كده عبارة عن مجموعة من الستايلز بتبدأ تعمل لك ايه؟ تظهر لك كل ستايل من الاستايلات بتاعت السيرفيس بايه؟ بالوان. يعني سوري كل ليفلز او كل مجموعه نقاط متشابهه او متقاربه في نفسها بايه؟ لون معين. يعني مثلا اللون الاصفر دي مجموعه نقاط ليها نفس الايه تقريبا؟ منسوب. ليها نفس المنسوب. طيب اللي يهمني في الموضوع ده، هل السطح ده له شكل واحد ولا له اشكال مختلفه؟ اكيد له اشكال. هل تقدر تتبدل او تتنقل ما بين الاشكال دي ولا لا؟ تمام. طيب نشوفها يلا كده بسرعه. يلا سريعا. اذا دلوقتي هندسه بكل بساطه اقدر اتنقل ما بين مين؟ ما بين السيرفيس او ما بين الستايلز المختلفه للسيرفيس بتاعي، وليك مطلق الحريه في اختيار الستايل. غالبا ما بنقول له ايه؟ بوردر اونلي. لو انا مش عايز اشوف السطح ده، او اقول له كونتور اند تريانجلز. يعني الموضوع ده هيفيدني في اللي هو الموضوع الاظهار والاخفاء. انت عايز تتعامل مع السيرفيس ده بتاعك ده ازاي؟ عايز تشوف ولا مش عايز؟ عايز تظهر منه مين؟ عايز تخفي مين؟ ماشي. كمان لو انا قلت لك انا عايزك تحول لي البوينتس دي اللي هي مجموعه النقاط اللي عندك دي الخريطه الكونتوريه، ساعتها هتعمل ايه؟ يعني انا مدي لك اكسل شيت فيه مجموعه من النقاط وقلت لك يا هندسه انا عايزك ترسم لي الخريطه الكونتوريه بتاعت هذا السيرفس، هتعمل ايه؟ تمام. هستقبل النقاط على برنامج السيفل او حتى احولها لسيرفس واخلي السيرفس ده يظهر على هيئه مين؟ كونتور. مين يا ترى اللي قدامي دي؟ ده عباره عن خريطه كونتوريه بتمثل الاكسل شيت اللي معاك. اذا لو انا معايا بوينتس مديها لك على اكسل شيت تقدر تحولها للكونتور ماب ولا لا؟ احنا بنحطها بتطلع كونتور لوحديها. ايوه اوريدي، بس انت تقدر تغير فيها بقى، تغير في الستايل بتاعها. تمام. يعني الميجر والمينور المسافه بين الخطوط بالظبط. طيب في عندك كمان حاجه اسمها الليبلز. ايه الليبلز؟ عندي مجموعة من الكتابات أنا ممكن أظهرها على هذا السيرفس، أو مجموعة من البيانات أنا ممكن أظهرها على هذا السيرفس، زي مين؟ بص يا عم إسلام، لو رحت كده من سيرفس على حاجة اسمها سيرفس ليبل، هتلاقي في عندك مجموعة من الداتا ممكن تظهرها على هذا السطح، زي مين؟ السلوب. السلوب بتاع مين يا عم؟ بتاع الأرض الطبيعية. يعني أنا ممكن أظهر الميل بتاع الأرض الطبيعية عند أي نقطة، ممكن أظهر السبوت إليفيشن. إيه السبوت إليفيشن ده؟ منسوب الارض طبيعي عند اي نقطه. خلي بالك، هل عند النقط اللي الراجل كان رافعها له ولا اي نقطه دلوقتي؟ لا اي نقطه. اشمعنى؟ لان انا وصلت لسيرفس بيمثل الارض. الله ينور عليك. سبوت اليفيشن اون جريد، لو انت عايز تاخد مساحه معينه وتطلع عليها ايه؟ مناسيب لنقاط على مسافات محدده. فعندك كونتور سنجل وكونتور مالتيبل وكونتور مالتيبل هتنتقل. ايه بقى الكلام ده؟ مش احنا اتفقنا ان دي كده خطوط كونتور؟ مش المفروض كل خط كونتور دول منسوب؟ تمام. فين المنسوب بتاعه؟ لو سيادتك عايز تظهره هتظهره منين؟ من كونتور سنجل او كونتور ملتيبس او كل خط. منسوب كل خط من خطوط الكونتور اللي عندك دي. تعال نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي. ايه رايك دلوقتي لو انا عايز اظهر الميل بتاع الارض الطبيعيه بتاعتي في الحته دي؟ اظهره ازاي؟ قلنا يا اما من سيرفيس هروح اقول له ايه؟ اد سيرفيس ليبل، او ممكن اختار السيرفيس الاقي حاجه اسمها ايه؟ تمام. اد ليبل اتفتحت، خلي بالك بختار السيرفيس برده لوحده وبعدها اقول له ايه؟ سلوب. ايه السلوب ده؟ عاوز الميل. يقول لي انت عايز الميل عند 1 بوينت ولا بين 2 بوينتس؟ انا عايز الميل عند نقطه ولا ما بين نقطتين؟ اقول له يا عم عند 1 بوينت. يقول لي فين البوينت؟ اقول له اهي. يقول لي الميل بتاع النقطه دي ماله؟ هورزونتال. اشمعنى؟ لان المنطقه دي لو جيت تبص هتلاقي المناسيب فيها كلها ايه؟ تمام، في مستوى واحد. كلها واحده، فتلاقي ان يا عم مالك.
فتلاقي ان الارض هنا هوريزونتال. بص كده، لو جيت تبص المنسوب بتاع النقطه دي كام؟ تمام 380، وهنا 380، وهنا 380، وهنا 380، معناه ان الارض هنا فعلا ايه؟ فلات. لكن لو رحت في حته متشقلبه كده زي دي هتلاقي اللي حصل الميل بتاعك تقريبا 1 الى 8 في ذاك الاتجاه. فاي بوينت هتقف عندها يقدر الراجل ينزل لك عندها ايه؟ الميل بتاع الارض الطبيعيه بتاعتها. ممكن حضرتك تقول له انا عايز الميل بتوين تو بوينتس، يعني ممكن تقول له الاسلوب ما بين تو بوينتس من النقطه دي وليكن للنقطه دي، يقول لي الميل من النقطه دي للنقطه دي قيمته بكام واتجاهه ايه. ماشي ماشي، هنا مطلع القيمه اهو، مطلع القيمه 1/7 ل 1/7. طيب مش مهم اول موضوع معايا ده. طب قال ايه يا عم المهم؟ ممكن سيادتك تحتاج حاجه اسمها سبوت اليفيشن. السبوت اليفيشن ده اللي هو المنسوب. تفضل. طيب يبقى انا دلوقتي ممكن اقول له يا عمي، ممكن اقول له سبوت اليفيشن. ايه السبوت اليفيشن دي؟ منسوب عند اي نقطه؟ يعني بص كده، انت عارف منسوب الارض هنا كام صح؟ اللي هو 402، وعارف منسوب الارض هنا كام اللي هو 430 ما شاء الله. هنا كده كام بقى؟ لو وقفت كليك هتلاقي بيقول لك منسوب هنا كام؟ 418.2. يبقى اي نقطه هتقف عندها بص كده هنا هتلاقي الارض المنسوب بتاعك واحد لان هورزونتال 370، وهنا برضه هتلاقي كام؟ 370. ده الاوبشن بتاعه ايه؟ ده سبوت اليفيشن. سبوت اليفيشن بختاره من الاد ليبل، بعدها بقول له يظهر لي مين يا عم؟ سبوت اليفيشن. بقف عند اي نقطه يديني مين منسوبها مباشره، اللي هو منسوب الارض الطبيعيه بتاعتي عند اي بوينت انا عايزها. تمام يا ريس؟ تمام يا ريس. طيب برضو يعني مش كريتيكال قوي معايا، الكريتيكال معانا شويتين حاجه اسمها ايه بقى؟ الكونتور سنجل او الكونتور مالتيبل. ايه الكونتور سنجل ده؟ لو انا دلوقتي ده عندي ده خط كونتور صح؟ اللي هو الخط ده كده خط كونتور. يا ترى الليفل بتاعه كام؟ لو عايزه قول له كونتور سنجل، لو عايز خط واحد بعينه واقف كليك قول له كام؟ هيقول لك منسوب الخط ده كام؟ 400. طب لو ده 400 يا عمي ده يبقى كام؟ ده 400 يعني له 5 25، يعني الفرق ما بين كل ميجر 25 او 375، يعني ده يا اما بيزيد يا اما بينزل. طب لو ده 375 ده يبقى كام؟ ده يبقى كام؟ ما حسب الفكره 380 5. طب وده يبقى كام؟ 85. طب وده يبقى كام؟ ده اللي بعدها على طول يبقى 90. بعدها 95. بعدها هذا ده 400 اللي احنا كنا فيها. ماشي يا ريس؟ تمام. اذا ممكن تظهر الايه؟ الكتابات على خطوط الكونتور، بس في مشكله، ايه هي؟ هو انا دلوقتي علشان اظهر المناسيب على خطوط الكونتور هروح بقى كده واجيب وخط خط واقول له من اد ليبل واقول له سنجل وابدا اختار خط خط، ولا انا عندي خطوط كتير؟ لو عايز تختار اكتر من خط ويكتب لك عليهم المنسوب مباشره هتقول له ايه؟ هقول له كونتور مالتيبل. يعني ايه كونتور مالتيبل؟ يعني انا هكتب او هصرف خطوط الكونتور على اكتر من مين؟ خط. اول ما تقول له كونتور مالتيبل هقول لك طب اعمل لي خط وهمي يا عم. بص كده انا هعمل ايه؟ هبدا من بره. يعني هو مش هقول سيلكت لا مش هقول لي سيلكت الخط. ده هيطلب مني ان انا اعمل خط وهمي، الخط ده اي خط كونتور هيتقطع معايا هيكتب لي عليه الايه؟ المنسوب بتاعه مباشره. ماشي يا ريس؟ وانا هروح اعمل ايه؟ هعمل خط وهمي. بص كده الخط ده انت حضرتك بتعمله من امر اللاين بتاع الكاد؟ لا مش لاين بتاع الكاد. بص كده هقول لك واحد. بص كده انا عملت خط وهمي بره، كل خطوط الكونتور اللي تقاطعت مع هذا الخط اللي حصل، شايف الخط ده؟ تمام. كل خط الكونتور تقاطع معاه، يعني تقاطع مع ده راح كاتب لك عليه منسوب 400 430، تقاطع مع ده لا ما تقاطعش سبحان الله، تقاطع مع ده كاتب لك ايه 425، تقاطع مع ده 420، وبعد كل خط كونتور تقاطع مع الخط ده الراجل كاتب لي عليه ايه؟ منسوب. طب جبته ازاي الكلام ده تاني؟ هي عشان ما ننساش من اد ليبل قلت له ايه؟ كونتور مالتي. فبعدها رحت ايه؟ رحت عملت خط وهمي كده يتقاطع مع الخطوط اللي انا عايز اظهر عليها. يعني الخط ده كليك بمشي خط ولا لازم اطلع اخر امر اللي لا على طول بتكتب على طول، هو البرنامج بيقول لك اعمل لي كليك مباشره ويبدا يعمل على طول. ماشي؟ طيب في عندك اخر اوبشن بقى، وان كان يعني ده مش كريتيكال قوي، اللي هو كونتور مالتيبل ات انترفل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الراجل لما بعمل الخط الوهمي وبيتقاطع مع الخط الكونتور ده بيكتب لي عليه مره واحده. طب ايه رايك لو الكتابه دي انا عايز اكررها على الخط ده اكتر من مره؟ هو ده لو انت عايز ايه؟ اللي هو ات انترفل، كونتور مالتيبل ات انترفل، يعني امر بيستخدم لكتابه الكونتور على اكتر من خط كونتور، بيكتب المنسوب على اكتر من خط كونتور ويكررها كمان. بص كده ازاي؟ لو قلت له كونتور مالتيبل ات انترفل هيقول لي اديني الخط اللي هيتقاطع مع الخطوط اللي انت عايز تكتب عندها. فاقول له يا عم انا عايز وليكن من الخط ده اكتب لي على الخطوط دي. يقول لي طب اديني بقى الايه؟ الانترفل، اكرر لك الكتابه على نفس الخط كل قد ايه؟ اقول له وليكن يا عم كل 100 متر. بص كده اللي هيحصل،
لا البرنامج بص بيحمل شوية بعدها يبدأ يديلك الكتابة بتاعتك، وهتلاقيه على الخط ده مثلا كتب لك كتابة مرة واحدة ولا مكررها؟ كل 100 متر هتلاقيه كاتبها لك على نفس الخط اللي انت اتقطعت معاه، علشان كده ما اتقطعتش. على طول خط الكنترول بيكمل في الخريطة على طول، كل ما انت ماشي على الخط كرر لك كل 100 متر كتب لك المرسوم. ماشي يا ريس؟ تمام. اذا في عندي مجموعة من الكتابات اقدر اعمل ايه؟ تمام. اقدر اظهرها على هذا السيرف زي المنسوب مثلا، زي الكتابات على خطوط الكونتور، زي الميل لو انا حابب الميل. بس تخلي بالك من حاجه مهمه واخيره في الجزئيه دي، ايه هي؟ الكتابه دي مش عجباني، يعني مش عجباني، صغيره قوي. يعني انت شايف الكتابه بتاعتك صغيره قوي، الفونت مش عاجبني، عايز اكبر عايز اصغر، هل من حقي اعدل في هذه الكتابه؟ طبعا. ازاي؟ هختار برضو، هرجع تاني للاد ليبل. وبدل ما انت كنت بتروح من هنا كده وتجيب الاوبشن بتاعك مباشره، لا هقول له اد سيرفيس لو، اللي هو الاوبشن ايه؟ اول امر عندك ده، ده امر بيستخدم للتعديل على الكتابات قبل ايه؟ قبل اضافتها. يعني انا هقول له اد ليبل، لما تفتح هتلاقي برده في عندك نفس الاوبشن. انا برده ما زلت واقف على مين؟ على السيرفيس اللي هي الداتا او الليبل الخاصه بالسيرفيس. يقول لي طب انت عايز مين؟ اقول له برده انا عندي ايه كتابات مختلفه، ولكن دلوقتي انا هعدل فيه المالتيبل كنترول اللي هي الكتابات اللي ايه المالتيبل. هتلاقي الراجل يقول لك انا عندي كتابه خاصه بالميجر وكتابه خاصه بيه، يا ترى تحب تعدل على مين؟ اقول له دلوقتي يا عم انا عايز اعدل على الميجر. افتح السهم الصغير اللي جنب الميجر ده، الاقي في حاجه اسمها ايديت كارنت سيلكشن. يعني ايه ايديت كارنت سيلكشن؟ يعني هعدل على هذه الكتابه. اول ما تقول له ايديت كارنت سيلكشن هتلاقيه راح مدخلك في شاشه ظريفه لذيذه، بخش على اللي اوت عشان اعدل، انا عايز اعدل في الكتابه بس صح. فبخش على اللي اوت، ومن اللي اوت ده هلاقي في عندي حاجه اسمها ايه؟ تكست. خش بقى التكست ده من اللي انت عايزه. ايه اللي انا عايزه ده؟ اولا ده الكونتنت بتاع الكتابه نفسه، اللي هي المعادله اللي الراجل من خلالها شايف المعادله اللي عندك دي. دي المعادله اللي الراجل من خلالها بيكتب لي ايه؟ هذا المنسوب على خطوط الكنترول الايه؟ الميجر. المعادله دي ما تلعبش فيها، يعني ما بين لو كنت بص هتلاقي في عندك علامه الاكبر منه والاصغر منه، اللي هم العلامتين الايه؟ المتقابلتين دول. جواهم ماليش دعوه، ما اقربش خالص من المعادله دي، لكن من حق على فكره اكتب اي حاجه بعدها او اي حاجه ايه؟ يعني ممكن اقول له مثلا الاليفيشن بعد علامه الاكبر من يكتب لي علامه الايه؟ المتر، يعني يكتب لي المنسوب بالمتر، وهنا كده ممكن اكتب وليكن الليفل هيساوي. يعني ما قبل المعادله وما بعد الاكبر من وما بعد الاصغر من اكتب اللي انا عايزه يا عم مين؟ يا عم اسلام. لكن ما بين الاكبر منه والاصغر منها بوظ المعادله. طب في حاجه كمان، ايه هي؟ الفونت ده مش عاجبني، ممكن اروح من الفورماتنج واختار له الفونت اللي انا عايزه، ممكن كمان اختار التايم نيو، ممكن اختار له اللون اللي انا عايزه، ولكن اخليه اخضر زي اللون الخطوط الميجور. بعدها يا باشمهندس اقول له ماشي يا عم، الاقي اللي حصل المعادله نفسها شكلها الفونت بتاعها اتغير ولا لا؟ مش كده وبس، ممكن ارجع تاني من البروبابيلتي وابدا زي ما غيرت. خلي بالك انا غيرت دلوقتي في الكونتنت صح؟ اقول له اوكي. زي ما غيرت في الكونتنت ممكن اكبر الهايت او اصغره. يبقى انا رحت للكونتنت وعدلت فين؟ في شكل المعادله بتاعتي بس، قلنا بنكتب قبل او بعد وغير فين؟ في الفونتس. بختارها كلها واروح من الفورمات ابدا اغير فين؟ في الفونت والكالر. ممكن كمان اغير في الهايت، يعني الكتابه بتاعتي صغيره جدا ممكن اخليها بدل 2.5 كام؟ 5. ممكن اغير في روتيشن، يعني ايه روتيشن؟ التدوير بتاعنا. ممكن اغير وضع الكتابه بالنسبه للخط. الكتابه ايه وضعها بالنسبه للخط؟ ميدل سنتر، يعني في النص الخط وفي نص الوضع اللي انا بحطه فيه. هل تحب تخليها فوق ولا تحت ولا تسيبها ميدل سنتر؟ سيبها ميدل سنتر. الاكس اوفست والواي اوفست لو انت عايز ترحلها، يعني هي في النص بس عايز اطلعها في الواي شويه، اطلعها وليكن 50 60 سم في الواي او 60 مللي في الواي، او ارحلها في الاكس شويتين، انا هسيبه بي صفر زي ما هو. اذا دلوقتي اقدر اكبر الهايت بتاعه ولا لا؟ واقدر كمان اغير في المعادله ولا لا؟ بص كده قلت له اوكي، هتلاقي الراجل بالفعل غير، بس غير لنا في مين يا حاج؟ تمام. هل غير في الكل ولا في الميجر؟ لا في اللي انا اخترته. بص كده لو رحت، هتلاقي الراجل بالفعل غير، وغير لك فين يا عمي؟ في كتابات الميجر. يا عم ده الخط اللي انت خدته ده تقطع مع ميجر وتقطع مع ميجر، اشمعنى بس عدل في دي؟ بص كده كتب لك الليفل بيساوي، وراح كاتب لك الايه؟ المنسوب، وراح ضايف بعدها ايه؟ المتر اللي احنا اتفقنا عليه. طب اشمعنى ما عدلش الكلام ده في الميجر؟ لان احنا فقط، الله ينور عليك، لان احنا فقط ولا عدلنا فين؟ في الميجر. بنفس الموضوع تقدر تعدل فيه الميجر. اذا الكتابه بتاعتك لو عجباك يا عمي، يعني لو الكتابه بتاعتك انا هجيبها بالشكل الديفولت، بختار ومن الاد ليبل اقول له ايه؟ اختار الكتابه بتاعتي مباشره. لو عايز اعدل فيها قبل ما اضيفها من اول اوبشن
بعدها بختار الكتابه اللي انا عايزها سواء سلوب او سبوت اليفيشن او كونتور، وابدا اعمل ايه، اقول له ايديت واغير اللي انا عايزه. في مشكله في هذا الكلام؟ لا. في مشاكل؟ لا. طب جميل جدا، سواء اكبر اصغر عدد اللي انا عايزه بكده. وانا عرفت مين كمان ايه هي الكتابات اللي انا عايزها، وكمان اقدر ايه اقدر اعدل على الكتابات دي سواء تكبيرا او تصغيرا، او سواء ايه اعدل الفونت بتاعها. ايضا من الحاجات المهمه جدا الايديتنج. الايديتنج دي قد احتاج ان انا اعدل السطح. السطح بتاعي ممكن يبقى فيه مشاكل، ممكن يبقى فيه بوينت غلط، ممكن يبقى فيه بوينت فيها ايرورز، ممكن يبقى محتاج ان انا اضيف له بوينتس جديده، ممكن ابقى محتاج ان انا امسح منه اي لاينز او بوينتس قديم. هل نقدر نعمل الكلام ده؟ اه نقدر نعمل الكلام ده. ازاي؟ بروح للسيرفيس برضو الجميل. لو انا عايز ابدا اعدل بقى على ايه، اعمل ايديتنج للسطح، ابدا اعدل على السطح بتاعي، هعدل ايه؟ اولا عشان تعدل على هذا السطح يا باشمهندس لازم تروح تظهر السيرفيس او تظهره بستايل سوري الكونتور اند ترينج. طب انا عشان اعدل على السطح ده ايا كان التعديل بتاعي لازم ابقى واقف على هذا ستايل الكونتور اند ترينج، فاقول له يا عم هات لي الكونتور اند ترينج. بعدها طبعا هو بيعمل جنريت لي الستايل وبيكتب لك الكتابات على خطوط الكونتور، فبيبدا يعدل نفسه مباشره. بص حتى هتلاقي واخد لك الكتابه على الخطوط الميجر بالستايل اللي احنا عدلناه ده. طيب مش ده موضوع. انا كده الستايل ادى السيرفيس بتاعه ظهره بالستايل اللي هو الكونتور اند ترينجل، عايز ابدا اعدل على السطح ده. ايه التعديلات اللي انا ممكن اضيفها على السطح؟ ممكن ايضا من سيرفيس تقول له ايديت سيرفيس، هتلاقي الراجل بيقول لك انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تاد لاين، تضيف خط، ممكن تحذف خط، ممكن تعمل حاجه اسمها سواب ايج يعني تغير الاتصال في المثلثات، ممكن تاد بايند، ممكن تديليت بايند، ممكن تموديفاي او موف لمين لبايند. يعني ممكن تضيف خطوط او تمسح خطوط، ممكن تضيف نقاط او تمسح ايه نقاط، او ممكن تعكس المثلثات بتاعتك. تمام؟ تمام. طيب ايه رايك لو انا عايز ابدا اضيف نقطه، يعني مثلا عندي نقطه هنا كده في السيرفس ده وعايز اضيف النقطه دي للسيرفس، يعني النقطه دي كده عايز اضيفها للسيرفس بحيث السيرفس ما وقفش هنا، عايزه يطلع لمين للنقطه ويرجع تاني. هل ممكن بعد ما عملت السيرفس ولا خلاص؟ لا ممكن. طب ازاي؟ هقول له اد بوينت بقى، انا عايز اضيف نقطه. اه طب اضيف نقطه ازاي؟ قلنا يا اما من سيرفس ايديت سيرفس، او ممكن اختار السيرفس فيفتح لي قائمه اسمها ايه ايديت سيرفس، بعدها تقول له مين يا عمي؟ هقول له اد بوينت. بعدها يقول لي طب اختار لي البوينت، سيلكت البوينت بتاعتك، اقول له البوينت بتاعتي ايه؟ يقول لي طب سيلكت الاليفيشن، المنسوب بتاع النقطه دي كام؟ تمام. هضرب اي منسوب ولكن اقول له صفر مثلا، هتفاجئ انه بالفعل راح ضايف لك النقطه دي للسيرفس ولا لا؟ تمام. بس ايه الشكل العجيب اللي ظهر ده؟ نزلت وطي تاني. الله ينور، صح، هو ده خلاصه الكلام. بالفعل يا باشمهندس المنسوب هنا صفر، وانت هنا شغال على كام؟ على ال 400 تقريبا، فهنا المنسوب بتاعك تحت جدا. طب هل هو الراجل نزل تدريج ولا نزل حاد؟ لا حاد. نزل حاد علشان كده الفترات الكنتور بتاعتك ايه، او خطوط الكنتور بتاعتك قريبه من بعض، فظهرت وكانها ايه خطوط سلوب بالمنظر الجميل اللي عندك ده. طبعا هو الراجل، يبقى انا دلوقتي الراجل طلع لي النقطه دي، وبالفعل لو جبت بص النقطه دي منسوبها قليل جدا بالنسبه لبيل للسطح بتاعك. لو رحت تشوف الكلام ده في الاوبجكت فيور بالفعل هتلاقيه، هبص كده السطح بتاعك فين والنقطه بتاعتك ده، هتلاقيها ايه في وادي تاني خالص. هبص كده دي فين والسطح بتاعك فين، او لازم حد بيقل المنظر اللي ده من الايديت. من الايديت اه ده من الايديت ضفت النقطه دي. من الايديت الايديت اللي جنب الفايل ولا الايديت من هنا تاني؟ من الايديت قلت له اد ايه بوينت، قال لي اختار لي البوينت، قلت له اهي. معلش هو انا عشان اجيب ده الشريط ده اجيبه ازاي تاني؟ احنا قلنا الشريط ده اللي هو الريبر بارز دي لازم اختار مين الاول؟ اختار السيرفس، فيجيب لك كل الاوبشنز الخاصه بالسيرفس، بختار السيرفس بس. تمام. وانا بروح للباوندري دي بختار السيرفس، يجيب لي كل الاوبشنز الخاصه بيه، بعدها اقول له ايه اد بايند، يقول لي فين، اقول له هنا، اقول له خد لي المنسوب بتاعها وليكن 50 انتر عليه، راح ضايف له، عمال بيزود فين؟ تمام. بيزود ويعمل جنريت لكل الكونتور لاينز وما الى ذلك. في مشكله في هذا الكلام؟ تمام. طيب ايه رايك لو انا عايز امسح الكلام ده، انا عايز امسح الخطوط دي هندسه، هل ممكن؟ اه ممكن. ازاي؟ اختار برده السيرفس، بعدها اقول له ايه؟ اديت للسيرفس، اقول له دلوقتي وليكن عايز اعمل ديليت للاين، يقول لي انا هو لاين، اقول له اللاينز دي كده يا عم انتر، الاقي اللي حصل. تمام. بعدها اقول له امسح لي الخطوط دي كده كمان انتر، الاقي برده مسح لي الخطوط ايه السيرفس. اذا انا ممكن اعدل على السيرفس ولا لا؟ سواء باضافه او بمين؟ او بحذف. امال مين بتاع السواب ايجي ده؟
السواب ايج ده احنا اتفقنا ان انا دلوقتي وليكن عندي كان هنا نقطه ونقطه 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 صح. الراجل عشان يخلق سيرفيس هنا فراح عامل لي شبكه مثلثات وصل ما بين النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي مش كده. السواب ايج ده بيعكس الايه المثلث يعني بدل ما كان رابط ما بين النقطه دي والنقطه دي بالمثلث ممكن يربط ما بين النقطه دي والنقطه ايه دي. لو ده عاجبك اوكي. طب لو انا عايز يغير ياخد لي العكس هروح اقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هروح اقول له هات لي السيرفيس برضو ثم هات لي يا عم من ايدي السيرفيس حاجه اسمها ايه؟ سواب للايج. فين يا عم؟ اقول له اهو اختار الخط ده بص كده اللي هيحصل تلاقي مباشره. بختار خط بس ولا بختار نقطه؟ خط بس. انا بختار خط فاوتوماتيك بيعكس لك ايه؟ ترتيب المثلثات بدل ما كان رابط ما بين النقطه دي ودي يربط ما بين النقطه دي ودي. الكلام ده احنا بنحتاجه لو انت فاكر في الربط ما بين البراسيم اللي لها علاقه ببعض. يعني لو انا عندي نقط على الارض ونقط على الاسفلت هل ينفع اربط الارض بالاسفلت؟ فعلشان كده لازم ابقى متاكد ان السواب ده بيربط ما بين كل مجموعه نقاط مع بعض يعني الارضي ارضي والاسفلت ايه لوحده. ماشي. طيب اذا بكده ايضا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل ايديت للسيرف سواء بالاضافه او بالحذف او حتى بعكس المثلثات في بعض الحاجات الايه الكريتيكال. في مشكله لحد الان؟ تمام. جميل جدا. طيب اخر حاجه عندك بقى هندسه هنحتاجها وهي حاجه مهمه جدا اللي هي الايه الفوليومز. ازاي احسب الفوليومز ما بين السيرفز المختلفه؟ بمعنى ايه؟ انا عندي ده كده سطح الارض الطبيعي مختلفين ولا متفقين؟ ده كده سطح الارض الطبيعي وارض سطح الارض الطبيعيه ده عمي ولكن كان عندي متسوب كام مثلا في حدود 430. ايه رايك لو احنا عايزين نعمل بروجكت معين عايزين نبني عماره مثلا والعماره دي هيبقى ليها منسوب هرمي كده بوينت زي البوينت اللي احنا كنا رميناها من شويه ولكن هنا كده هطلع من هنا بس عشان اكبر الستايل بتاع البوينت دي هقول له يا عم خد لي النوع بالشكل ده بلا مع وليكن 50 مثلا عشان يظهر لي مين النوع بتاعي ايه ده النقطه بتاعتك الولايه. يعني انا دلوقتي عايز ابني برج ما بين النقط اللي هقول لك عليها دي يا عم اسلام وليكن النقطه دي كده كمان اهي ثم النقطه دي كده هنا كده كمان انا بحط نقط كده وليكن في اي حته ثم النقطه اللي هنا دي كده كمان وهدي مناسيب للنقط دي وليكن من ام او انتر هاخد منسوب التاسيس بتاعي وليكن عند 420 مثلا يبقى ده كده النقط اللي عندك دي بتمثل مين؟ وليكن برج ماشي او منطقه هننشئ عليها برج والليفل بتاع التاسيس بتاعي كام؟ 420 اللي هي مناسيب النقط اللي عندك دي. وهيتبقى السؤال ايه رايك لو انا ما بين المنطقه اللي عندي دي اللي هي المنطقه اللي انا هنشي عليها البرج دي اللي هو من هنا لهنا جهاز خلاص جهاز تعبان كده يا عم اسلام انا عندي دلوقتي ايه؟ هذا المنطقه اللي انا عايز انشا عليها العماره بتاعتي او البرج او اي بروجكت والعماره دي منسوب التاسيس بتاعها كام 420 وانا عندي هنا كده في ارض طبيعيه بمناسيب مختلفه في عندك 375 في مناطق 430 يعني في مناطق عاليه وفي مناطق ايه عايز اعرف يا ترى عشان اوصل بمنسوب الارض اللي موجوده دي لمنسوب التاسيس بتاعي هحفر قد ايه وهردم قد ايه هل نقدر نحسب الكلام ده من اهم ده من اهم تطبيقات البرنامج في مجال الانشاءات لو انا عندي منسوبين مختلفين عايز احسب كميات الحفر والردم بين المنسوبين دول نقدر نعملها اه نقدر نعملها بشرط واحد بس ايه هو لازم يبقى عندك سيرفيس منفصل للارض الاساسيه وسيرفيس منفصل للمنسوب اللي انت عايز توصله هل احنا عندنا سيرفيس منفصل للارض الطبيعيه ولا لا اللي هو السيرفيس ده صح الكلام ده ولا لا مش ده السيرفيس اللي بيمثل الارض الطبيعيه هل تقدر تربط ما بين النقط الجديده اللي بتمثل البرج ده وتعمل لها سيرفيس خاص بيها جوه النقاط يعني تمام طبعا ازاي بقى هتعمل السيرفيس ده ازاي تعمله ازاي زي ما احنا لسه عاملينه دلوقتي تخيل هعمل اعرف سيرفيس من خلال دروينج اوبجكت فانا هروح كده اهو اكريت السيرفيس اقول له السيرفيس ده وليكن هسميه بيلدينج مثلا بي 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 اوكي وهقول له يا عمي انا عايز اعمل ديفينيشن وهعمل ديفينيشن لهذا السطح من خلال مين دروينج اوبجكت بعدها اد اوكي بوينتس مفيش مشكله واختار بقى ايه خلي بالك مش هعمل ويندو اختار نقطه منين
بالاربع نقط بتوعي علشان ما ادخلش معايا اي نقط تانية. دلوقتي يا هندسه هتلاقي نفسك، انا دخلت اخترت الاربع نقط بتوعي كليك، هتلاقي نفسك دلوقتي عندك كام سيرفيس؟ اثنين سيرفيس. السيرفيس الاساسي بتاع الارض الطبيعيه وفوق او تحته مين؟ تمام. السيرفيس بتاع الاساس بتاع اللي انا عايز احسب ما بينه وبين كميه الحفر والرد. يا ترى يا هل ترى سيادتك بقى تقدر تقول لي كميه الحفر والرد بتاعتك كام ولا ما تقدرش؟ قطعا اقدر اقولها بكل سهوله، كل السهوله. يعني انا بحدد النقاط وبعد كده باجي على خلال دروينج اوبجكت اربط بين النقاط تاني. دلوقتي انا اهم حاجه عايز اتنين سيرفيس، سيرفيس عند المنسوب الاساسي وسيرفيس عند المنسوب اللي انا عايز احسب له عنده، مش اكتر من كده. ازاي بقى ده موضوعك؟ معاك بوينت فايل اعملهم بوينت فايل، معاك بوينت جروب اعملهم بوينت جروب، معاك بوينت يعني ليش علاقه؟ اهم حاجه انا عندي اتنين سيرفيس عايز احسب الكميه ايه؟ الكميه ما بينهم. لو لقيت سيادتك الاتنين سيرفيس هتقدر تحسب الكميه، ازاي؟ ممكن ايضا من قائمه سيرفيس الاساسيه، قائمه سيرفيس الاساسيه تقول له حاجه اسمها يوتيليتي، ومن اليوتيليتي تقول له ايه؟ فوليوم داشبورد. او ممكن تختار اي سيرفيس من الاثنين هتلاقي اوتوماتيك راح فاتح لك مين؟ الفوليوم داشبورد. هتفتح الفوليوم داشبورد دي، بعدها اقول له كرييت نيو فوليوم. يعني ايه كرييت نيو فوليوم؟ افتح لي يا عم فوليوم جديد، احسب لي كميه جديده. اول ما تقول له احسب لي كميه جديده هتلاقي الراجل بيفتح لك حته الشاشه بسيطه جدا، يقول لك الكميه دي انا هطلعها في سيرفيس جديد اسمه ومواصفاته ما تفرقش معايا كتير. اهم حاجه تفرق معاك الفوليوم سيرفيسز، وهتلاقيه بيسالك على البيز سيرفيس والكونفرجن سيرفيس. ايه البيز سيرفيس؟ السطح الاساسي اللي انت عايز توصل له، والكومبارزن سيرفيس اللي انت هتقارن بيه، اللي انت هتحسب له. السطح الاساسي اللي انا عايز اوصل له هو مين؟ اللي هو البرج، صح؟ تمام. طب والكومبارزن اللي انت هتحفره او هتردمه، اللي انت عايز تحفر او تردم منه هختار مين؟ السيرفيس واحد. السيرفيس الاساسي اللي هو الارض، الايه؟ الارض الطبيعيه. ما تحطوش مناسيب في دي. مفيش مناسيب، انت مجرد ان انا قلت لك عندي اثنين سيرفيس وانا هختار اثنين سيرفيس الشاشه دي بس. بس كده مش اكتر من بعض، طبعا الاثنين سيرفيسين فوق بعضهم. الكات فاكتور والفيل فاكتور لو انت هتعمل ريبليسمنت، لو انت هيبقى في عندك معامل انتفاش او معامل ايه؟ انكباش. يعني لو انت الكميه اللي انت هتعمل لها كات دي هتضربها في معامل الانتفاش او الانكباش للتربه اللي انت ايه هتردم بيها، الراجل يحسب لك الكميه بعد الانتفاش والانكباش. طبعا انا ما يهمنيش، انا يهمني بس الكميه الفعليه اللي هي الكميه المكعب. اوكي يا عم، هتفاجئ ان الراجل راح رايح كده راح مطلع لك كميه جديده. طبعا الكات فاكتور والفيل فاكتور انت بتديهم له بواحد، هيقول لك الاريا اللي انا بحسب عليها بكام. خلي بالك الاريا اللي هو بيحسب عليها اللي هي مساحه مين؟ مساحه البرج اللي انا عليك، اللي هي الاريا الجديده الصغيره، ولو حسبتها تلاقيها هي بالظبط. يقول لك سيادتك محتاج كات كميه قد ايه، ومحتاج كميه فل قد ايه، مش كده وبس، وكمان كميه النت قد ايه. يعني الراجل راح حاسب لك مباشره كميه القطع في الارض هتبقى قد ايه، وكميه الرد هتبقى قد ايه، ومين الاجمالي بتاعه. لا مش الاجمالي، النت اللي هو الفرق ما بينهم قد ايه. النت مش الاجمالي، النت اللي هو الفرق اللي هو الكات ناقص الفل او الفل ناقص الكات. من حقك تطلع التيبل ده في صوره من الاثنين، يا اما تطلعه كاد، شايف علامه التكست دي؟ تمام. هتطلعه تكست على الكاد وتقول له يا عم حط لي التيبل ده هنا، هتلاقيه راح مطلع لك سطر كده بيشتمل على ايه؟ على ملخص الكتابه دي، برده نفس الكات والفول فاليو، يطلع لك الاريا، يطلع لك مين؟ كميه الكات وكميه مين؟ تمام. الفيل بتاعتك وكميه النت، او ممكن تطلعها كورقه كريبورت على النت، يطلعها لك ورقه كده كورقه نت برده فيها ايه؟ تمام فعلا. في نفس الريبورت بتاع كميه الحفر والرد بتاعك. اذا لو انا عندي سطحين فوق بعض هل اقدر احسب الكميه بتاعتهم ولا لا؟ او كميه الحفر والرد ما بينهم ولا لا؟ تمام. طبعا اقدر احسبها بكل ايه؟ وبكل سهوله. خلي بالك الموضوع ده مهم جدا 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 عندنا في الطرق. ليه؟ لان انا دلوقتي لو بفرش طبقه النهارده، نزلت الصبح لقيت في عندي مناسيب، فرشت طبقه عليها وفي اخر النهار استلمت المناسيب بتاعتي دي، هل بمعلومية مناسيب الطبقه اللي تحت ومناسيب الطبقه اللي فوق اقدر اجيب الكميه اللي المقاول ده انا معاها ولا لا؟ ازاي؟ اعمل لي الطبقه اللي تحت سيرفيس، اعمل لي مناسيب الطبقه اللي فوق سيرفيس، هات لي الكميه ما بينهم منين؟ من الفيلم داشبورد تقدر تطلع. طب لو عندي تشويره وعايز احسب كميه التشويره دي قد ايه؟ اعمل ايه؟ تمام. اجيب الارض الطبيعيه على حدود زلط، يعني سن او رحمه تكوم، يعني او بتكون كوبه ترابل او كوبه زلط او كوبه سن، عايز اجيب كمياتك اجيبها ازاي؟ اجيب اخلي المساحه اجيب للارض الطبيعيه جنب مين؟ جنب التشويله، ويبقى ده السطح الاساسي. بعدها بقول له هات لي نقط عشوائيه على مين؟ على التشويله، اطلع بالميزان او بالتوتال، هات لي ايه؟ ملاسيب معينه على الشوت. في ميول، في ميول، ما هو هياخد بقى عشوائي، هو هياخد عشوائي، هيجيب لي ملاسيب كل حاجه بناء على المناسيب بتاعه الارض الطبيعيه الاساسيه اللي انت عملتها سيرفيس، عملت التشويله سيرفيس، تقدر تحسب الايه؟ تقدر تحسب الكميه بتاعتك. ماشي؟ اذا دي من اهم ما يكون بنحتاجها في اكتر من تطبيق، سواء في الطرق او سواء في الانشاء. تمام.
بكل بساطه زي ما اتفقنا بعمل السيرفس الاساسي وسيرفس المقارنه، اخلي الراجل يقدر يحسب لي الكيميائي ما بينهم واطلعها سواء في تيبل على برنامج السيفل او الكاد واطلعها. الاساس انت حضرتك حطيت له منسوب هندسه، احنا الحمد لله قدرنا نعرف ايه هو السطح، نقدر نعمل السطح بطرق المختلفة، نقدر نعدل على البروبرتيز بتاعت السطح، نقدر نبص على الكتابات الممكنة للسطح ده وازاي نعدلها، نأدت للسطح لو احنا عايزين نضيف بوينتس، نقدر كمان نحسب بيه الفوليومز ما بين الاسطح المختلفة، وده كده الحاجات الأساسية اللي لازم نغطيها فين؟ في السيرفس. بكده نبقى غطينا موضوع السيرفس، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ في الألاينمنت بإذن الله، ماشي؟